اجتماعي عايز ثقافي. تحاور اللاعب محمود الجزار؟ جبته على التليفون. يا كابتن محمود اهلا بيك. باشمهندس عادل، ازي حضرتك يا كابتن؟ واللي معاك الاستاذ ابراهيم المنيسي كمان بيحييك اهو. اهلا بيك يا محمود والف مبروك وموفق باذن الله. الله يبارك في حضرتك يا كابتن. قول لي بقى انت ايه الحكايه، انت من الاسماعيليه ولا منين؟ من الاسماعيليه يا كابتن. من الاسماعيليه وبدات في نادي كهرباء الاسماعيليه مش النادي اسمه ايه؟ نادي كهرباء الاسماعيليه مش كده؟ نادي كهرباء الاسماعيليه. لا ما اسموش نادي كهرباء الاسماعيليه. اصل لو قلت القناه للكهرباء هتخبط مع نادي القناه بتاع قناه ايوه سويس. يا حبيبي هو اسمه كده، الشيك طالع كده. الراجل كان حريص قوي رئيس مجلس اداره يقول لك احنا نادي القناه لتوزيع الكهرباء. طيب قول لي يا محمود، يا محمود انت من خلال متابعتك للاهلي بقى يعني امتى عرفت ان الاهلي مهتم بيك؟ عرفت يا كابتن من اسبوع. من اسبوع بس؟ ما كنتش عارف قبل كده انه في ناس بتتفرج عليك في الماتشات؟ لا خالص خالص. طيب استقبلت ده ازاي؟ يا كابتن استقبلت ده ازاي؟ يعني انت الماتش الاخير اللي لعبته عارف ان في ناس في المدرج بتتفرج عليك اكيد. كابتن طبعا يا كابتن شفت في مصر وفي العالم كله ان يلعب في النادي الاهلي ويمثله. تمام وان شاء الله ربنا يقدرني واشتغل واتعب عشان اخدم النادي الاهلي. كويس قوي كلمه اشتغل واتعب دي، انا عدل القيع يا محمود. كابتن عدل. لانك انت داخل على منافسه، انت مش جاي تلاقي مكانك، انت جاي عشان تاخد مكان جنب زمايلك. ان شاء الله انا هشتغل على كده. ادي لك نصيحه مستر مانو جوسيه لما قابل الكابتن احمد فتحي قال له لو انت عايز تلعب فردي العب جولف او العب تنس، لو عايز تلعب جماعي اهلا بيك في عائله الاهلي. عائله الاهلي هي اللعب الجماعي المنضبط الفرد في صالح المجموع. طبعا يا كابتن هتيجي القاهرة هتجد بعض الأوضاع المختلفة، لازم تقومها وتعرف إن عندك 10 12 15 سنة تضحي عشان تبقى لعيب كبير إن شاء الله يا كابتن. وأنت عندك الإمكانات لحد يتخن ودانك ولا حد يقول لك أنت بتلعب ليه ولا ما بتلعبش ليه ولا حد يقول لك أنا جايب لك عقد احتراف، أنت تخش النادي الأهلي علشان تثبت وجودك وبعد كده لكل مقام مرحله ظروفها بقى. ان شاء الله يا كابتن. تحت امر النادي الاهلي في اي حاجه يا كابتن. انت مواليد كام يا محمود؟ 98. كام 98؟ 20/2/98. يعني انت ده عيد ميلادك هو الشهر الجاي ده على طول. طيب انت اسرتك فيها حد رياضي ولا ما عندكش حد من اخواتك رياضي؟ لا ما فيش، انا بس. انت الوحيد. بس طبعا بيحبوا كوره عشان خاطرك. بيحبوا الكرة وبيلعبوا بس ما فيش حد فيهم لعب في نادي وكده. اهلاويه ولا اسماعيلاويه؟ او بالطبيعه ما دام في الاسماعيليه بتحبوا الاسماعيلي اكيد. جاتش. ما رحتش انت اختبارات الاسماعيلي ولا فكرت تروح الاسماعيلي؟ لا لا. رحت وانا صغير بس ما حصلش نصيب. رحت وانت صغير قوي. طب انت ايه رايك في دفاع الاهلي بقى؟ قول لي عايز تلعب جنب مين ومثلك الاعلى مين فيهم؟ كلهم طبعا يا كابتن نجوم كبار وكوادر كبار واتمنى وشرف ليا ان العب جنب اي حد فيه جنب اي حد فيه. لا ولد باين من اجابات واخد باله. انت واضح. بالتوفيق طيب. ان شاء الله يا محمود. ارجو انك تكون يعني كما نتمنى وكما نتوقع والموضوع كله في ايدك وبجهدك وبشغلك وتحياتنا لاسرتك اللي عرفت تربيك. شكرا محمود الجزار لاعب الاهلي الجديد.